حياكم الله مرة أخرى، مستمرين معكم بحلقة اليوم من برنامج مع الحدث. يسرني أن يكون معي ضيفي هنا في الاستوديو مدرب مهارات الحياة خالد الحوراني. خالد صباح الخير. الله يسعد صباحك وشكرا على الجاي. الله يخليك يا رب. خالد، اليوم احنا نحكي للناس زي ما اتفقت أنا وياك، حكينا تعال نحكي عن قواعد أساسية للنجاح في الحياة. أكيد طبعا الناس المهتمين واللي كتبوا في هذا المجال يعني خلصوا إلى مجموعة من القواعد أو النتائج هاي، إذا الإنسان بيمشي عليها بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وكله بتوفيق من رب العالمين، بتكون هاي قواعد ذهبية للنجاح في الحياة. صحيح. أنا طبعا صار تواصل بيني وبينك وطلبت منك أنك تلخص لنا هاي القواعد بنقاط أساسية لعل الناس يستفيدوا، بناخذ برضو رأي الناس في الموضوع. طيب بنذكركم أنه بنحب نسمع آرائكم مشاركاتكم ورسائلكم عبر الواتساب، رسائل صوتية 0788593593. خالد، قواعد النجاح في الحياة، القواعد الذهبية، أول قاعدة يا سيدي. الله يعطيك العافية أول شيء، ويسعد صباحك صباح المستمعين الكرام. حياك الله. أول شغلة بدنا نتفق عليها أنه في شغلة مغلوطة عند الناس، بتفكر أنه المجهود كل ما زاد كل ما أنت وصلت لأهدافك أكثر. لكن الغريب بالموضوع أنه المجهود ما له علاقة نهائيا بالنجاح. مش ما له علاقة نهائيا أنه ما تتعب، لا، أنا بقصد أنه مش كل ما كان مجهودك أعلى أنت وصلت لأهدافك أكثر. يعني لا، يعني اللي بيشتغل 16 ساعة في اليوم مش رح يصير مليونير. مش شرط. أيوة. هلأ مش معناها اللي بيشتغل كثير معناها غلط، بس أنا بقصد المجهود مش هو الإشي الأساسي، بل طريقة التفكير. أيوة. شو يعني طريقة التفكير؟ المنتل تبعتك، شو طريقة تفكيرك؟ لو اجينا هلأ وزعنا 1,000,000 دينار على 100 شخص ويجيناهم بعد 5 سنين، مستحيل تلاقي 100 زي بعض. رح تلاقي واحد سوى 1,000,000 5,000,000، رح تلاقي واحد أفلس تماما ما ضلش معه ولا إشي، وفعلا أكيد يعني هاي. رح تلاقي واحد ضل معه 100,000، واحد 300، واحد ضاعف المبلغ 2-3. طب ليش هذا السبب؟ طريقة التفكير. إذا أول نقطة، طريقة تفكيرك هي اللي هي سر نجاحك وليس المجهود المبذول. كويس، هي القاعدة الأولى. نعم. ومصداقا لكلامك خالد، أنا بعرف 3 إخوة، أحدهم غني لحد ما يعني ثري ماديا مع مصاري. نعم. واثنين يعني موظفين بسطاء جدا 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 جدا. هذول الجماعة من كم من سنة إجاهم ورثة كبيرة، وأنا شاهد على القصة يعني. وأخذوا 3 إخوة، 3 إخوان ذكور يعني، نفس مقدار الثروة. والله العظيم يا خالد، الإخوان الفقراء الموظفين البسطين ظلوا فقراء وأفلس وانضحك عليهم. نعم. أخذوا الناس فلوسهم. نعم. ووين فلوسكم؟ نعم. طبعا ظلوا زي محلك، وهذاك ضعف الثروة فعلا يعني. 100%. هاي قصة حقيقية صارت برضو بأمريكا. كان في عمل نظافة ربح مليون. ربح مليون. تمام. وخلال سنة ضيع المليون ورجع عمل نظافة، ضيعها على القمار وعلى يعني بطريقة التفكير هي الأساس. طريقة التفكير هاي أول نقطة لازم يعني الناس تعرف إنه طريقة التفكير هي أساس النجاح. طب شو يعني ماشي، شو يعني طريقة التفكير؟ شو استفدنا طب إنك يعني حكيت لنا طريقة التفكير؟ طيب، ما كل واحد فكر حاله بفكر صح أصلا. 100%. مشان هيك بدنا نحكي باقي النقاط. طيب. هلأ النقطة الثانية، أول إشي لازم تحدد أهدافك، اعرف أنت إيش بدك. شو يعني أحدد أهدافي؟ بحكي لك مرة، 2 أصدقاء راحوا على العمارة تبعتهم، والعمارة 10 طوابق، اكتشفوا أنه المصعد متعطل، فقرروا أنهم يطلعوا على الدرج لأنه المصعد متعطل. لما طلعوا وصلوا للطابق 10، اكتشفوا أنهم بالعمارة الغلط، فبذلوا مجهود كثير عالي بس الإنتاجية كانت 0. فلما أحدد أهدافي أعرف أنا إيش بدي وكيف وين وليش، هون 50% من طريق النجاح أنت وصلت له بتحديد أهدافك، أنت عارف إيش بدك مش ببذل المجهود الأعلى. طب خالد، أعطينا أمثلة على واقعية من حياتنا في الأردن عشان الناس تفهم. 100%. يعني أنا بدي أعمل مصاري، ما بيصير تحكي أنا بدي أعمل مصاري، لا، لازم تحدد أنا بدي أعمل دخلي كذا خلال مبلغ، بدي أعمل مبلغ كذا يصير دخلي كذا بالفترة كذا.
يعني بتحدد، ما بصير تحكي أنا بدي أعمل مصاري هيك تعمم، لا احكي أنا بدي مثلا أعمل دخلي 5,000 دينار خلال سنتين القادمات. مثلا أنا بدي أتعلم سباحة، أنا بدي أتدرب 5 ساعات في الأسبوع على مدار 3 شهور، أنا بدي أنزل وزني، أنا بدي أنزل 5 كيلو خلال شهرين. بدك تحدد بالضبط. طيب هون خالد هذا بأخذنا لنقطة ودائما بتجادل فيها حتى أنا وياك بالمناسبة، الفرق بين الطموح والتفكير اللامنطقي. يعني أنا مثلا أنا وياك كذا مرة جلسنا وسهرنا لما مثلا تعشينا آخر مرة حسابي والله مظبوط صح. هلا يا خالد أنت بتقول لي أنا طارق أنا والله بدي 1,000,000 دينار، أنا باجي بقول لك خالد أنا بدي 100,000، وصار الجدل بيني وبينك أنه هذا التفكير المنطقي وهذا التفكير اللي لا والله أنت مش طموح، أنت طموحك محدود. يا عمي أنا طموحي محدود بس منطقي، يعني أنا ضمن المعطيات اللي الله معطيني إياها بقدر هاي السنة إذا شديت حيلي واستغليت علاقاتي واستغليت مهاراتي أعمل 100,000. أما إذا بدي أحكي بدي 10,000,000 خليك أحكي بدي 10,000,000. كيف هلأ بنحط كيف الهدف يكون achievable، قابل للتحقيق وقابل للقياس بنفس الوقت، ما يكون قريب جدا من إنك توصله بسهولة، لأنه بطل هدف إذا بتقدر توصله بسهولة بطل هدف. بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال أنت معك 1,000 بدك تسويهم، والله بدي أسويهم 1,100، شو هالطموح؟ بس نفس الوقت لا تحكي بدي إياهم 1,000,000، فأنت بدك إشي منطقي قابل للتحقيق. أيوة. وبنفس الوقت بعيد شوي عن وضعك الحالي، يعني لازم يعني تعال نضرب مثال على مثلا شخص شاب أردني مثلا متضمن تاكسي، وهذا نقول له إحنا إذا كان طموحك امتلاك تاكسي يصير إلك، هذا طموح كويس ومنطقي وقابل للتحقيق. هلا كيف الآلية؟ أنا والله بدي كل شهر أو كل طبعًا يوم بدي يعمل كذا وأعمل كذا طبعًا بدي كذا. يعمل خطة شهرية وخطة سنوية وخطة 5 سنوات. بالضبط. أنا ممكن والله أدفع دفعة التاكسي مثلاً إن إذا دينت من أخوي وسديته على كذا وفي مع شوية مدخرات. بالضبط. هيك منطقية. أما إذا صار يقول والله أنا بدي يكون عندي 70 تاكسي، مستحيل. صحيح، فيش إشي مستحيل، لكن إنه مستحيل صحيح. بدك إشي منطقي، بدك إشي منطقي مستحيل يصدق على المدى المنظور. صحيح صحيح 100%. على كلنا نفسنا يكون عندنا كل إشي 100%، بس بالمنطق بالعقل. يعني هي إنها تكون بعيدة عن الواقع. إيش يعني الهدف؟ هو تقليص الفجوة بين الطموح والواقع. أيوة، بدك تقلص الفجوة بين الطموح والواقع، فبدك إشي يكون منطق بنفس الوقت ما يكون قريب من وضعك الحالي. صح. يكون شوي بعيد بس نفس الوقت ما يكون مستحيل. كويس. وانا هون خالد اسمح لي بدي اسال الناس، مين عمره فيكم يا اخواني اخواتي على اختلاف مواقعكم ومشاربكم وثقافاتكم وطبيعه عملكم، مين حط هدف ووصل له بنجاح؟ ويا ريت يعني تفيدونا بتجربكم، حتى لو كان هدفك زي ما قلت خالد انقاص وزنك، او كان هدفك الوصول لتعلم مهاره جديده، تتعلم لغه جديده، بغض النظر شو ما كان هدفك احكي لنا، انا والله حطيت هذا الهدف ببالي ووصلت له بالطريقه الفلانيه. قصتك ممكن تكون مرشد لغيرك. 100%. النقطه الثالثه خالد، النقطه الثالثه لماذا اريد ذلك؟ واي بسموها الواي. هلا الواي هي بتحدد انك راح تنجح ولا لا. شو يعني؟ هلا انت بدك تترك الدخان، اذا بدك تترك الدخان مشان توفر دينارين مش راح تتركه، راح تحكي عادي يا عمي مش مشكله هالليرتين ندفعهم. بس اذا رحت عند الدكتور وحكى لك كمان بكيت موعدك تموت، لا انت اصلا واصل لمرحله انه قلبك منتهي، واكيد خلال الفتره القادمه اذا بتدخن راح تموت. انو الواي تبعته اقوى، تبع الدينارين ولا تبع الدكتور؟ المحفز الاقوى، السبب. أيوة. انت لذلك مشان توصل لاهدافك اعمل واي كبيره، كبر الواي تبعتك. انا والله بدي افتح المشروع اتسلى، ما راح ينجح. انا هالمشروع بدي افتحه مشان انجح اولادي ويصير عندي حياتي كلها حلوه، حياتي كلها تتغير. كل ما كبرت الواي كل ما نجحت اكثر. يعني في قصه هي بالزمانات احد الحكماء اليابانيين اجى واحد عنده فحكى له كيف بدي اعرف انه احقق اهدافي، فكان لابس بدله ومرتب حاله، حكى له تعال معي شوي على البحر. مشي بالبحر بلش رجليه يدخلوا في المي، قال له بس امشي معي. وصلت المي لركبه، قال له يا حكيم شو وصلوا لركب المي، حكى له بس امشي معي. مشي 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 وصلت المي للنص، وصلت المي لصدره، قال له يا حكيم شو ايش في، قال له بس امشي معي. مسك راسه الحكيم وحطه في المي وظل يشد يشد، وهذاك يحاول يطلع ومش قادر، خنقه يحاول يطلع ومش قادر. بعد يعني بجوز دقيقة عبل ما هذاك شال ايدين الحكيم واخذ شهيق كبير، وكانت فعلا الروح راح تطلع. حكى له ايش بتساوي شو عملت فيه؟ حكى له قديش كان نفسك انك تاخذ هذا الاكسجين؟ حكى له اهم اشي بالعالم، حكى له لما الواي تبعتك تكون زي هذا الطريقه اللي اخذت فيها الاكسجين هون بنجح هذا. ايوه
مفهوم مفهوم. طيب ثلاث نقاط ومكملين معكم وننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا 0788-95-3-95-3 وراجعي. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احنا اذاعه يا مزاج.